ازيك يا امل؟ الو، عامله ايه؟ الو، ايوه الحمد لله تمام. والله اسمك لوحده بيدل على الامل ان الجواز حلو والخطوبه حلوه والحياه ربنا جميله. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني قولي لنا يا امل، انت ايه رايك في عروض الجواز والمارج بروبوزل؟ وانت اتعامل معاكي كده ولا لا؟ بس اقفلي التلفزيون، اسمعينا من التليفون. وطي التلفزيون شويه بس يا امل، تقفله خالص. بص، انا اتعمل فيها مقلب ممكن ما حدش يصدقه في حياته. مقلب؟ لا احكي لنا بقى، احكي لنا. بتحب المقلب قوي؟ بحب واحد بقى له 11 سنه. ايه؟ ايه؟ بتحب واحد بقى له 11 سنه؟ بقى له 11 سنه ما شاء الله. ماشي، عشان يجي يتقدم لي انا عملت حادثه. تمام. انت اللي عملت حفله؟ لا، هو اللي عمل حادثه. عمل حادثه. حادثه ولا حفله؟ حادثه. حفله. حادثه. وبعدين؟ نزلنا بقى وجرينا بهدوم البيت وكده ورحنا على المستشفى، لقيته محضر لي مفاجاه وبلالين وجو كده. لا بس حلو قوي. في المستشفى؟ ده جامد جدا. في المستشفى. طب اهلك ايه عملوا ايه؟ قالوا لك ده مجنون مش هنجوزه لك، ولا قالوا لك ده تمام وهتتجوزه؟ لا، هم عارفين ان انا وفاتي كتير عشان كانوا متفقين. كان متفق معاهم؟ اذا كان لا، ما هم كانوا معتدين عليه اصلا من الاساس. اه، طب اتجوزته؟ ايه ايه مش سامع ايه؟ اه، مخطوبين دلوقتي. مخطوبين؟ ربنا يخليهم لي يا رب. مخطوبين لسه دلوقتي يعني؟ اه. طيب المره اللي جايه بقى تبقى الحفله في البيت. طب إن شاء الله. انت يعني ربنا يا يستر لما يجي يتجوزك بقى، ما نعرفش هيعمل مفاجاه ايه في الجواز. معلش انا عايز اسالك، انت احساسك ايه يعني لما هو فاجئك وتخضيتي كده وبعد كده لقيتيه بيعرض عليكي الجواز؟ لا، عشان هو قبل كده كان عامل حادثه بالمكنه بتاعته. اه، ماشي. عشان كده المره دي انا صدقته. اه. طيب انت احساسك ايه بقى لما لقيتي كل ده اي كلام؟ يعني عملتي ايه؟ لا، انبهرت يعني. والله البنات بتتبسط. واقفه كده مظلومه، مش عارفه اقول ايه يعني، اتصدمت. ربنا يسعدك يا رب. ان شاء الله يا رب، ويبقى يا رب يكون النصيب. يا رب ربنا يكرمك، يا رب ربنا يكرمك ويسعدك يا رب.